أمال مين؟ أستاذنا أيمن؟ لا، أستاذ أيمن أيمن من إنه يعمل كده. اللي سرق يا جماعة ساب خيط رفيع. شامبو باشا، واضح إن حسن مش هتفرق، واضح إن حضرتك عمال تهري ومش عارف مين اللي سرق، وتقول أيمن من إنه يعمل كده وأغبى من إنه يعمل كده. أنت أهطل من إنك تكشف مين الحرامي. أنا مفضوح قوي يعني؟ أي جدا والله. أنا بحاول أعمل حرب نفسية على المجرم عشان ينهار ويعترف لوحده. يا باشا دي حرب مهلبية، ده ميتين ضحك عليه. أنا عندي الحل العلمي. عندك حل قوله لي انا عشان اقوله لهم. ليه الحل بتاعي حبيبي؟ لو قلته انت هتتحسد، وبعدين انا الضابط. ايوه صح، ونعم الاخ. بص الحل ايه؟ احنا نقول مين عايز يخش الحمام، اللي هيخش الحمام اول واحد هيبقى هو اللي سرق الوكل. فكره هايله يا عربي، فكره هايله. جات لك منين؟ دي نظريه التصريف الذاتي للعالم دبليو سي. ده رجالي ولا سيدات؟ ايه هو العالم؟ قول النظريه. قول. بقول يا جماعه، حد عايز يخش الحمام؟ يا حضرة الظابط، دي مرتي واللي انتوا ما تعرفوهوش انها واحدة ست وليها معاملة خاصة. نزل سلاحك يا شامبو بيه. ايه دي يا هاني؟ ايوه دي زيتوني، كنت عينها امبارح عشان احل بيها. كويس انك فكرتني. تحل بيها يا بنت الفرطوخ، تحل بيها يا بنت الفرطوخ. هتعملي لي مواجهة فطحاني في كل حتة ليه؟ سيبونا ربيها. فطحاني والله، فطحاني في كل حتة. دي من يوم الفرح كده كانت تورتة سبعة ادوار بسكانها يا راجل. يا شيخ قضية ليه؟ قضية صالحة يا راجل، مش حرمها من حاجة والله يا فرج. عايزة تروح دريم بارك بوديها دريم بارك، عايزة دونتس بجيب دونتس. خلاص خلاص يا أخ عرب، مش قدامنا الكلام دول. خدها على جنب واضربها، هي تستاهل الضرب الصراحة. شوف البرود عم تكمل الزيتونة يا بنت، وأنا اللي ضميري يأنبني إني كلت منابك في العشاء. أنت كلت منابي؟ أنا زعلانة منك. وكمان زعلانة يا بنت الصرمة. لا يا فرج، اعجل يا فرج، دي مرتي. حلالة من إيه؟ حلالة من إيه يا بنتي؟ أوعى فرج بيه؟ بس انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ قاعد عامل لنا فيها سنو وايت. قوم اجري يا شيخ. ما بتعرفش تقوم، ما بتعرفش تقوم، يبقى نقتلها بقى. سيبني يا عم. ايه ده؟ سيبني. ايه ده؟ انت اللي بلاك البلواد يا عم. انت ليه سخنت عليها اكتر مني؟ ايه يا محص، تفتكر مين اللي سرق اكلنا ده؟ هو دي هي دي هي ده. ايه يا اخوانا، احنا مش هنفطر ولا ايه؟ لا بس احنا ملناش نف. بس انا جعان. انت جعان مش جعان، انت طول عمرك بترمرم راجل رمرام. لو ما كنتيش اكلت الاكل كله كان زمان كلنا فطرنا وشبعنا. تفصل جرى يا حاج، انت هتقتلني. ما كانوش 12 ورك فرخ. الله، هي اكلت الاكل كله؟ ما سابتش فتفوته. انا كنت عامل حسابي اكل الفتفوته دي. يلا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ما شاء الله، حوريات البحر. الفستان اللمض منورة. كلهم بتوعي على فكرة. حلوين؟ الا حلوين، حلوين قوي، طعمين قوي. والقمر والستان الاخضر ده عروس البحر دي، ما شاء الله. بس اللبس ما ينفعش في الاوبن اير ده، عايز اماكن كلوزد، مغلقه، ديسكو، مزيكا، جاز، اضاءه. با 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 با. طب هنعمل ايه طيب؟ وبعدين اصلا ما لقيتش غير الدرس العره ده اللي لبسته. نعم ملك، ملك يا حبيبتي ملك. لا هو حلو بس، ما هو عره بس، مش عارف. بحث. لا عره فشلت، مفيش حد عره، حتى لو عره احلى عره شفتها في حياتي. ايه ده زلزال؟ نتمنى ان تكون خدمتني عند حسن ظن حضرتك يا باشا. اتفضل يا باشا. صور، انا كنت نسيت لان انا كنت راكنه للعيد. برافو برافو، انت كويت وكاويه تجنن. ده دراي كلين يا باشا بالبخار، شمه كده. ريحته فسيخ بس حلو،
تتلبس في العيد بقى. اشكر لي القسطة. حاضر يا باشا. حساب كام اللي جيبه يا باشا؟ يلا يا سيدي اتفضل. ماشي يا باشا. متشكرين قوي يا باشا والله متشكرين قوي. بس هنستأذن حضرتك بقى عشان عندنا ضغط دخلة عيد بقى وانت فاهم. كل سنة طيب يا باشا. كل سنة طيب يا باشا. طيبين. سلام عليكم. سلامة. ايه يا نسعة تاب عديتيهم ولا لا؟ 30 ازازة. لا مؤاخذة هاخد ازازة عشان انا عطشان. بقى 29. امسكي يا نسعة تاب ازازة. هي هو شرب انا مش عايز اشرب. هو مين يا عم انت؟ في فرق. امال انت مين؟ فرق. بقول يا جماعه كده بقى مش هينفع. احنا لازم ننتشر في ام الجزيره ديت نشوف حاجه ناكلها حاجه نصطادها. عشان لولا شويه العصير اللي انا شحتهم لكم من الصينيين كنتوا هتبقوا مفرفرين كمان 3 ساعات ومعناش غير وجبه واحده هنخليها للعشاء. فلازم نتحرك زي ما حضره الضابط بيقول. معلش يا حضره الضابط انا اسفه جدا انا مش هقدر انتشر معاكم لان انا شايله في بطني بنتي. بس ايمن هيجيب لي اكل معايا. لا طبعا لا انا ما اقدرش. ما بتشوفيش رجليا تعبانه ومبهدله اهي وماسك عصايه. ايه سلامتك يا روحي. انا كمان مش هقدر اروح في اي حته حرانه قوي. الف سلامه عليك يا حبيبتي. شكلي كده هخروم لك الرجل التانية زي الأولانية وتبقى برجلين مخرومة وعصايا وعصايا تحت دراعاتك كده وتتزحلك بيهم على النجيلة يا حبيبي. خلاص خلاص. بص يا جماعة احنا هنقسم نفسنا مجموعات. ناس هتنتشر في البر، ناس في البحر، ناس في الجو. جو ايه؟ جو ايه يا حظابط؟ ما تقول كلام في محله يا تقول حلو يا حلو. يا سيدي اللي يقدر ينتشر في الجو ينتشر. انا ما بعرفش اطير. عشان خيالك ضيق. عموما تعالى معايا البحر. ماشي. عربي روح يا حبيبي. ايه تعالى خدامك خدامك يا شامبوبي. بلسم باشا حبيبي بلسم باشا. حاضر. ايه خايف من ايه؟ قلت هتضرب يعني. لا لا انا مش ظابط مفتري. اما انت اهو انا كويس. اما انت ايه دي؟ لا ده عشان تركز معايا وانا بكلمك. حاضر. بص يا عربي عشان نسامحك انت والبلوى اللي انت متجوزها على اللي انتوا عملتوه فينا لازم تسمع كلامي يا عربي. حاضر. بص يا عربي شايف النخل دوت؟ ايوه ده حلو قوي. عايزك بقى ايه؟ لا بص لي بص لي عربي وانا بكلمك. ما انت اللي قلت شايف النخل. معلش يعني النخل مش اهم مني يعني. تبص لي وانا بكلمك. حاضر عشان ما ازعلش منك. لا لا حاضر. ماشي. حاضر يا باشا. بص يا عربي بقى عايزك تشوف كل النخل اللي موجود دهوت. لا 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 عربي عربي انا بقى بقول لك النخل اهو. تبص على النخل. ما انت قلت لي يعني خليك معايا وسيبك من النخل. لا بص على النخل وبص معايا اعملها زي ما اعرفش. حاضر. ماشي. هحاول. بص بقى النخل ده بقى عربي. ايوه ايوه شايف. أيوة. النخل ده كله. أيوة. عايزك بقى تنتشر فيه. حاضر. شوف اي حاجه ينفع تتاكل تجيبها لنا وناكلها. حاضر. بس مش عايزك تتاخر يا عربي. حاضر. هو حاجه تعطلك. ما انا ببص على الاثنين. ماشي. حاضر يا باشا. عشان نسامحك يا عربي. هو ليه كل ده يا باشا؟ عشان كلت كام وجبه؟ لا 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 ده عشان اللي عملته معايا السنه اللي فاتت في بورسعيد. فاكر يا ابو العربي؟ ده انت قلبك اسود قوي يا باشا. بس الدنيا دواره يا عربي. ايوه صح صح يا عربي. صح صح يا باشا. يلا كفايه يا باشا كله منك. طب معلش بعد اذنكم عايز اقول حاجه. اهي هتعتذر اهي. ما حدش فيكم معاه فور فروت حسنان؟ الاكل حمي على معدتي والحموضه مش قادره. اهي هتتطلق اهي. ما تلاقيش يا بنتي دي تقلصات من التخمه من الاكل. على اي حال القولون ما فيهوش حاجه بس الاحتياطي خليكي قاعده بزاويه كده. ادي الزاويه الشمال للبحر عشان القولون ما يلاقيش حاجه سداه منه للبحر على طول. تلاقي الاصوات عالية تلاقيت الموج عمل كده بطلي. احنا رايحين فين يا بلسم باشا؟ اللي رايحين فين؟ بسم الله ما شاء الله البحر مليان سمك. مفاجأة غير متوقعة بالمرة. أنا كنت فاكره مليان زبالة. يا أخي بدل ما تقعد تتمقلت علينا شوف السمك هنصطاده إزاي. هي دي بقى المشكلة دلوقتي هنصطاد إزاي. أنا هقول لكم هنصطاد إزاي. قولي يا ذات النضارة السوداء. لو سمحت ما تتريقش عشان دي أنا بتاعت المدام نانا. هنقف إحنا التلاتة هنعمل دورية. معلش معلش احنا الثلاثه نعمل مثلث ما ينفعش نعمل دوريه. لا بلسم باشا ما تبقاش ضيق اسمع كلام البنيه للاخر. يا استاذ ما تقاطعنيش انا هقولك هنعمل الدوريه ازاي. هنعمل دوريه وهنقف احنا الثلاثه كده نحلق على السمك هوب هنقفشه. فكره حلوه. نحلق على السمك ده لو بنحلق على فراخ تبقى فكره هايله. وبعدين بغض النظر لو حتى برضه عملنا وحلقنا على السمك ومسكنا السمك ما هو يزفلط مننا لان السمك فيه ماده زفلطيه. ايوه الفوسفور.
يا ريت يا جماعه اللي عنده فكره محترمه يقولها. ايوه لقيتها. قول. فكره حلوه قوي. قول يا فرج. لو ينفع نجيب من اي حد صباع ديناميت احنا ممكن نطلع بشقله حلوه قوي من الميه. هو للاسف يا فرج انا اخر صباع ديناميت معايا لسه طافين من شويه. يا ريت يا جماعه اللي عنده فكره محترمه يقولها. انا عندي فكره تانيه. اتفضلي. هنجيب تشت وهنسقته في الميه كده هون هيطلع مليان بخيرات الله باذن الله وكل واحد ورزقه. قصدي كل واحد وتشته. تقتلش يا استاذ. يعني بحاول ابقى زيكم كده. هو بص يا ست الحسن هي فكره التشت دي فكره عبقريه بجد عبقريه مش بتريق عليك بس السؤال بقى هنجيب التشت منين؟ شوف شوف السؤال الساذج. قولي له قولي له هنجيب التشت منين؟ هي اللي تشت بتتجاب منين؟ من عند بتاع الساكسونيا. طب يا جماعه معلش عشان بس ايه يعني ما ازعقش واتعصب وانتوا تزعلوا مني يا ريت نخلي في يافطه كبيره قدامنا مكتوب عليها. استنى هنجيب اليافطه منين؟ قصف جبهه والله. لا اصلك هتعجزني هعجزك.